عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عفوا عنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبك، أسأل الله أن يجعلكم من المتحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بذلك كرامة. يقول نريد منكم أن تبينوا لنا حكم اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج. نعم، اللحوم الأصل أن اللحوم المستوردة من الخارج الأصل إن كانت من بلاد كتابية أهل الكتاب وهو اليهود والنصارى، فالأصل أن ذبائحهم حلال بقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعام ذبائحهم. وذلك أن أهل الكتاب خف كفرهم لأن لهم كتاب، فأباح الله نساءهم وذبائحهم. أما إذا كانت من بلاد شيوعية أو بلاد وثنية فذبائحهم حرام لا تجوز. أما ذبائح الكتاب فهي حلال. متى حلال؟ إذا جهلت الحال ولم تدري ما كيف يذبح. أما إذا علمت أنهم يذبحون بالصعق الكهرباء أو بالخنق هذا حرام، حتى المسلم إذا خنقها ما صح ذبيحته، ما صح ذبيحته. إذا والآن المعروف الآن كثير من المجازر أنهم يذبحون بالصعق أو بالخنق، وعلى ذلك ما دام غلب على الظن أنهم يذبحون غير الطريقة الإسلامية فينبغي الإنسان يحتطي دينه، لا تأكل من ذبائحهم ما دام يذبحون بالصعق أو بالخنق، لأن الذبيحة حل الذبيحة لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، يعني مسلم أو يهودي أو نصراني. فإن كان الذابح وثني أو مشرك أو مرتد فلا تحل ذبيحته. الثاني قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة، قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة. الثالث التسمية عند الذبح، هذه شروط الذبح. الذابح لابد أن يكون الذابح أهلا للذبح، أن يكون الذابح أهلا للذبح. ثاني قطع الحلقوم والمريء بآلة حادة. الثالث التسمية، أن يكون المذكي أهلا. متى يكون أهلا للذبح؟ إذا كان مسلم أو كتاب. أما إذا كان وثني أو شيوعي أو مرتد وليترك الصلاة مرتد لا تحل ذبيحته، اللي ما صلي ما تحل ذبيحته لأنه مرتد والعياذ بالله. وعلى ذلك ما دام انه الان معروف عند كثير من المجاهدين انهم لا يذبحون بغير الطريقه الاسلاميه، فعليك الحمد لله تاخذ من الذبائح البلديه، الان في ذبائح في البلد تكتفي بها، الدجاج في البلد.